اوكي هبدا انا معاك. ويجيب معاك فطر يا ماشي. هو ده الفيديو ده كلام صيني عشان يفهمون هناك. لا هم يترجموا. اكسكيوز مي اي ام ميكينج ا فيديو ناو مستر مجدي. مستر مجدي بيجر كاستمر ان ذيس ايديا. يوز ليدر ان جريب. خش في فارمر جريب. اتس فيري جود. Variety is different. Thompson name this variety. هي عايزة تسألك يا مجدي إن أنت طبعاً مزارع عنب كبير وعندك خبرات كبيرة في زراعة العنب وفي المنطقة وخصوصاً في الصحراوي. فهي بتسألك يعني أنت إيه رأيك في سماد اللوفو؟ استخدمته ولا لا؟ واستخداماته وأفادك في إيه؟ والفرق بينه وبين الأسماد التانية؟ هو نشط الجذر معنا في المرحلة الأولى. The first stage is excellent in rooting about in rooting in strong numbers and quality. وعنده معانا نموات خضرية كويسة and vegetative propagation is very good and decreasing. طب الفيديو ده بس كمان لقطة كده في الفيديو ان هو بيعدل pH في المية. The third advantage is pH regulator. Using irrigation and foliar today, Mr. Majdi using foliar grape to one kilo to fadan one kilo today foliar. This is very good quality. His leaves. Every today. تبي الفرق بينه وبين الأسماد؟ أنت شايف إن في فعلاً؟ أنا طبعاً أسماد كثيرة جداً وعندك خضرات. على ثالث يوم، على ثالث يوم بشوف مواد خضرية جديدة. والورقة نفسها يعني شكلها كويس كده. يعني هذيك انت نفسك هذيك شايف يا دكتور بص مظهر ورق عامل ايه؟ الورق عامله لمعه كويسه ما فيهاش اي مشاكل. After using it 3 days see the new leaves and stem tip new. حاسس النبات فيه حيويه كده. The plant is healthy is propagation vegetative. It's clearing the leaves. The size the leaf is very good. وانا اشتغلت على الطماطم برضه قبل في موسم الشتاء كان في عز الشتاء وكان بيديني نمو خضر كويس وتزهير. Also Mr. Majdi using glovo in tomato in winter in winter season in winter season give him new leaves and new flowering and set flowering and size tomato and clearing tomato. طب انت استخدمت اسمده كثيره جدا، انت حاسس ان في الموضوع ده اسمده في فرق. انا بدل ما كنت بجيب كذا صنف من الاسمده، انا دلوقتي بالنسبه للوفو موجود في كل حاجه. عشان انا اكلف نفسي في كذا حاجه يعني وانا عندي البديل. مستر مجدي سي مي ناو افتر بيفور تايم يوزنج انذر فيرتلايزر مور بات ناو يوزنج الون لوفو. Because Lovo contain many composition and product same one product. This is very good. Decrease the cost, decrease the effort, decrease the time. بقدر اضغط بيه كمان في الشغل لان انا مثلا ممكن يعني عايز ادي كذا عنصر لو كل عنصر هدي له وحده انا موجود في مره واحده. أنا بقدر اكثف القصه دي. This is collection advantage fertilizer. This specs. This is decrease time, decrease effort. Yes. In question. 这是一款集所有优势于一身的肥料，省时省力省人工。然后它以前用很多种肥料，现在只用这一个产品，就可以解决所有的问题。Okay. 那不是说我们来。